الجزء الاخير اللي راح نصممه اليوم لتصميم خطه البحث اللي هو عندنا اياه، اخر صفحه اللي عندنا اياها صفحه المراجع والمصادر او قائمه المصادر والمراجع، وفي بيسموها قائمه البيبليوغرافيه. وفي ناس مثلا في مؤسسات بتطلب انك انت تحط المراجع العربيه بالبدايه، بعدين المراجع الاجنبيه، في عندنا المواقع الالكترونيه، إذا استشهدت مثلا بحلقات تلفزيونية، استشهدت ببرامج، هذا كلياته لازم يكون موثق بصفحة المراجع اللي حنا إياها بتكون بالآخر. هلا أنا نصيحة علشان يكون دائما مراجعكم موجودة عندكم، هلا يمكن أنا ما تكون صفحة المراجع وأنا عمالي بشتغل وعمالي بشتغل بالبحث تكون مثلا مرتبة من أولها على الأحرف الأبجدية وبترتيب معين وبحسب إيش النظام اللي بتطلبه مثلا جامعتك أو مؤسستك. في عنا نظام الـ APA، في عنا أنظمة كتيرة، أنت بدك تشوف إيش الإشي اللي مطلوب وبدك تمشي عليه بحذافيره حتى ما يتوجه لك أي انتقاد. لاحظوا أنه من أخلاقيات البحث أنك أنت دائما إذا استشهدت بأي مرجع أنك أنت توثق هذا المرجع، يكون هذا المرجع موجود بالمتن ويكون موجود بصفحة المراجع. وبرجع وبحكي دائما من الأخطاء اللي بيقع فيها الباحثين والباحثات الطلاب أنه بيستعينوا بدراسة وبيكتبوها وبيستعجلوا بيفرحوا انهم لقوا دراسة، لكن بنسوا انهم يوثقوها او يخلوها على جنب يحفظوها لما بدهم يزبطوا قائمة المراجع. عادة اذا بتنقل اي شيء دائما اعمل انه انت تكون على صفحة المراجع تكون موجودة، بعدين مش مشكلة بعدين بترتبها، بس المهم على يعني المهم انك تكون انت تضمن انها هي موجودة مش ضايعة منك تقعد تدور عليها. هلا عندنا هنا توثيق المصادر، في عندنا مواصفات لقائمه المصادر اللي عندنا اياها القائمه البيبليوغرافيه بسموها. اول شيء عندنا بترتبوا قائمه المصادر بشكل هجائي طبعا من الالف للباء بحسب اسماء المؤلفين. اسماء المؤلفين عندنا من الاسم الاخير اسم العيله بعدين الاسم الاول، بعدين في عندنا بنحط هي الاسم الاخير للمؤلف بعدين اسمه الاول، بعدين فاصلة أو الاسم ثم الاسم الوسط إن وجد أو معلومات أخرى. هلأ يجب ذكر سنة النشر بعد اسم المؤلف، يجب ذكر المصادر بالعربية بالبداية أو بالإنجليزي، إحنا عنا هيك ترتيب هجائي لازم يكون مثلا A B C D أو ألف باء جيم دال. إذا كان كتاب بدك تحط اسم المؤلف واللي هو عائلة المؤلف، اسم المؤلف، السنة، اسم الكتاب، بعدين عندك بدك تحط البلد، بعدين دار النشر والسنة. في عنا إذا كانت دورية، لا إذا كانت دورية بدك تحط اسم المؤلف، بعدين بدك تحط اسم الدراسة، بدك تحط اسم المجلة، بعدين العدد، السنة، وبدك تحط الصفحات. بالكتاب ما بنحط صفحات لكن بالدراسات احنا بنحط صفحات، يعني من صفحه كذا لصفحه كذا. وبظن انكم بتعرفوا انه بالكتاب يعني بالدراسات دغري انت هيك بتوجه البحث اللي بعدك انه يعرف انه البحث بالصفحه كذا لصفحه كذا، لانه المجلد او المجله بتكون فيها اكثر من دراسه وبتكون عدد الصفحات يعني اذا انت حددها بتساعد زي ما هو ساعدك انت عمالك بتساعده. شغله ثانيه عندنا كمان بدي احكي لكم بما يتعلق عندنا بتوثيق مصادر المعلومات بالمتن وصفحة المراجع. هلأ هون عنا إذا أنت استشهدت في بمصادر المعلومات في عنا إشي اسمه الاقتباس. هلأ الاقتباس إما أنه يكون عنا اقتباس مباشر أما أنه يكون استشهاد مرجعي. هلأ الاقتباس المباشر أنا بنقل يعني نقل مباشر من النص، كيف لما أنا قلت أنه بدنا نعرف لغويا المصطلحات، لغويا نقل مباشر من المؤلف، بحط عائلة المؤلف وبحط السنة مع الصفحة. إذا كان استشهاد مرجعي لا بحط هون عندي إياها بس اسم المؤلف والسنة، هذا الاستشهاد المرجعي. أما الاقتباس لا، الاقتباس بحط عائلته مع السنة مع الصفحة. إذا كان أخذته حرفي في عندي بحط بأقواس اللي هي عندنا إياها علامات تنصيص، بحط ثلاث نقاط قبل إذا كانت أنا أخذتها من فقرة في كلام قبلها، وإذا كان الفقرة في بنهايتها في كلام كمان بحط ثلاث نقاط إنه هيك بحكي للي قارئ إنه أنا مقتبسة هذه الفقرة في إشي قبلها وفي إشي بعدها. هاي كمان من شروط اللي هي عندنا إياها الاقتباس. الاقتباس معناته إنه أنت بتستعين بآراء وأفكار بعض الكتاب والمؤلفين، ويجب أن إحنا نوثق ذلك. يعني إذا أنا قلت مثلا وثقت واقتبست مباشرة من أماني محمود مثلا 2014، بقول محمود
2014 صفحة 54 مثلا. هذا اسمه اقتباس مباشر. استشهدت وعدت صياغتها بلغتي الخاصة بقول محمود 2014. لازم يكون هلا هم بالمناقشة بناقش البروبوزل بتطلعوا انت حاطط الـ 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 الاسم. طب وينه بصف دغري بيفتح على صفحة المراجع بيشوف انت موجود عندك صفحة المراجع ولا مش موجود، فلازم تنتبهوا لهذا الاشي. هلا هون عنا الاستشهاد، في عنا الاشارة اذا دوريات كمان نفس الاشي، إذا الاستشهاد بمعلومات من قواعد البيانات على الإنترنت كمان نفس الإشي. أنا رح أحط لكم إياها هاي، يعني أصور لكم إياها علشان تشوفوا إنه الاستشهاد بمعلومات من قواعد الإنترنت بحط اسم المؤلف الأخير أولاً، الاسم الأول، بعدين عنوان المقالة أو اسم الدورية اللي نشر فيها المقال، تاريخ النشر، رقم الصفحة، اسم قاعدة البيانات، جهة الخدمة، تاريخ الدخول للموقع. هلا الاستشهاد بقواعد البيانات مرات وانت بتكتب يعني بين قوسين اللي يعني اياها ايبسكو مثلا او بروكوست، فانت كمان بدك تكون مستشهد بقواعد البيانات موجوده بالمتن وموجوده عندنا اياها بصفحه المراجع. وفي عندنا كمان بما يتعلق عندنا نفس اللي بينطبق باللغه العربيه بينطبق باللغه الانجليزيه، اذا مجله من اذا دراسه من مجله بحط الصفحات مع المجلد مع العدد، اذا دراسه اذا من كتاب لا بحط دار يعني دار النشر مع السنه اللي واي طبعه نزل فيها اللي هو عندنا اياه الكتاب. طبعا هلا بالبدايه يمكن انت اذا مش متعودين على التوثيق، هلا مثلا كمان عندنا اذا بدك توثق من ايه قرانيه، لو نقول مثلا الذين ينقضون عهد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بعلامتين تنصيص بعلام قوسين بفتح قوسين بقول البقره، سوره البقره نقطتين اللي هي مثلا ايه رقم 26. هذا مثال على الاقتباس المباشر اللي هي عندنا اياها من ايه قرانيه. هلا توثيق مصادر المعلومات، لتوثيق مصادر المعلومات يعني انا كمان راح ارجع مره ثانيه اكد لكم عليها. كمان شغله ثانيه بحب انه انا انبه عليها، انه احنا لما بنوثق وبنكتب اسم المؤلف ما بنكتب اسم الالقاب، يعني ما بنقول بنكتب دكتورة أماني، لا بنقول محمود أماني، يعني ما بنكتب الاسم ما بنحط الألقاب. بيكون في عنا بنذكر الاسم الأول الأخير للمؤلف الأول. في حالة وجود أكثر من ثلاث مؤلفين يفضل ذكر اسم المؤلف الأول اسم المؤلف الأول. في حال عدم وجود مؤلف فإن المدخل بيكون مثلا هيئة أو وزارة أو مؤسسة أو جريدة أو صحيفة. إذا تكررت عندنا المصادر في حال استخدام طريقة توثيق المصادر في حاشية الصفحة وهامشها، في حال تكرار المصدر نفسه فيستخدم الباحث عبارة مثلا نفس المصدر رقم 24. بيقوم مثلا البعض بوضع خط تحت عنوان المصدر خاصة إذا كان مقالة أو بحث بحسب يعني الإجراءات اللي عندكم. يعني كل مؤسسة تربوية كل جامعة في عندها نظام غير عن نظام الجامعة الثانية، فأنت بدك تشوف شو بدليل كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، شو الإشي المقبول عندكم وشو الإشي اللي مش مقبول عشان بدك تسوي. بتذكر أنواع المصادر جميعها، أنت يعني لازم بقائمة المراجع تذكر جميع أنواع المصادر، كتب، مقالات، بحوث، رسائل جامعية في قائمة واحدة متسلسلة هجائيا أولا بالمصادر العربية ثم بالمصادر اللي عندنا إياها بالمصادر الأجنبية. هاي يعني أكثر الأشياء اللي أنا ممكن إني أكون سلطت الضوء عليها بما يتعلق بموضوع إنه أنتوا كيف بدكم توثقوا المراجع. بتمنى أعزائي إنكم تكونوا استفدتوا من هاي الدرس اللي من هذا الدرس المخصص لكيفية كتابة صفحة المراجع وتوثيق المراجع، حتى إنكم أنتوا تحصلوا إن شاء الله على موافقة على خطة البحث ومن ثم كمان ترتاحوا لما بدكم تسووا البحث. يعني أنا بوصيكم كمان حتى أثناء خطة البحث حاولوا إنكم أنتوا تكونوا منظمين من البداية. زي ما قلت لكم أنا لقيت دراسة، لقيت مرجع على جنب أو بفتح فولدر، الفولدر هذا اسمه لقائمة المصادر. كمان ممكن أنا أفتح على الـ يعني كلياتنا هلأ بنشتغل على الكمبيوتر، بفتح ملف، الملف بيكون فيه مجموعة من الملفات لكل فصل من فصول، بكون أنا عامل الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، إشي له علاقة مثلا فصل الدراسات السابقة والأدب النظري. ببلش بعمل الأدب النظري والدراسات السابقة وببلش أسرد، بطلع منه في عندي فايل لقائمة المصادر،
بربط من هذا الفايل وهذا الفايل، في عندي فصل المنهجية، في عندي فصل النتائج، في عندي فصل المناقشة. فأنا من البداية خلص بخطط وبقول إنه هاي عنوان دراستي أو رسالتي، بفتح فايل وبقتبس وبطلع منها فايلات إلها علاقة بالبحث تبعي لتسهيل الوصول للمعلومات ولتسهيل العمل ولتسهيل الشغل. ديروا بالكم كمان من الأخطاء المطبعية حتى بخطة البحث، انتبهوا للأخطاء اللغوية والأخطاء المطبعية، انتبهوا إنه ما تكتبوا بلغة عامية، ما تكتبوا بلغة علمية، كله بده يكون علمي وكله بده يكون ممنهج وكله بده يكون مرتب. حتى ترتيب يعني لما تيجوا بدكم ترتبوا صفحة المراجع مع أرقام الصفحات للخطة البحث أو للبحث، بده يكون كمان أنا بدي أنتبه بالآخر بالنهاية أنه رقم واحد بالفهرس موجود واحد واحد بدل لي مثلا على الملخص. في ناس بيعطوا الملخص رموز مثلا، رمز ألف ألف الملخص مثلا، أو إنه ببلش واحد من عند المقدمة واحد واحد بدها تكون. يعني كمان جدول بده ملحق رقم الصفحة، رقم الملحق، اسم رقم الجدول، بده يكون كمان نفس الإشي موجود عندي بالفهرس. هاي الأشياء اللي بيطلعوا عليها المقيمين، وإن شاء الله بتكونوا استفدتوا من هاي القائمة، قائمة اللي خصصناها لكيفية كتابة وتصميم خطة البحث اللي بنقولها البروبوزل، حتى إنها هي تكون عقد ما بينكم وما بين المؤسسة اللي أنتوا بدكم تنالوا منها شهادة الماجستير أو الدكتوراه. وبدنا نلتزم فيها، بدنا نلتزم بحذافيرها، بدنا نقرأ كتير، بدنا نطلع نستفسر نشوف هل مشكلتنا كتير ناس استخدموا يعني اشتغلوا فيها ولا عن جد إحنا بحاجة إلها بالميدان. رح يكون في عنا يعني بدنا نشتغل كباحثين، يعني هي هاي فرصة إنه الواحد يشتغل كباحث، وإذا تعلم الخطوات أكيد بالنهاية رح يلاقي حاله إنه هو باحث إن شاء الله ناجح وينال الشهادة العلمية اللي هو بده إياها. كانت معكم الدكتورة أماني دغلاس من قناة الدكتورة أماني دغلاس اللي بتستهدف إن شاء الله جميع أبنائنا من مختلف الوطن العربي، وبتمنى لكم إن شاء الله كل الاستفادة. طلب صغير إنه رجاء إنه تشيروا هاي الفيديوهات لزملائكم وزميلاتكم حتى إنه هي تساعدكم وتساعدهم في إنه يقدروا إنهم يواجهوا الصعوبات اللي إلها علاقة بالبحث. وكل ما تمشوا خطوة بخطوة إن شاء الله رح تكون خطواتكم أسهل وتتقبلوا البحث وطريقة البحث بطريقة كتير بتعود عليكم بالفائدة. يعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة.